النهاردة والله سمعت فيديو كده عايز أجيبه، عايز أجيبه يا رب أجيبه ونختم بيه يا رب بس يطلع معايا. النهاردة تفاجأت إن أنا معمول لي حظر من صفحة قناة فدك على الفيسبوك، مع إن عمري معلقت عليها، تخيلوا يعني عمري معلقت عليها ومعمل لي حظر، عمري معلقت عليها ومعمول لي حظر. ايوه يا جدعان، ايوه يا جدعان، يعني تخيل عمري ما علقت عليها ولا كتبت تعليق واحد ومعمول لي حظر. ايوه والله العظيم. يلا خير ان شاء الله. بقول لك واحد سبب تشيعي صلاه التراويح، يعني بقول لك ايه المادي الشيعي في المغرب سبب تشيعي صلاه التراويح، سبب تشيعه صلاه التراويح، ده عنوان بس، يعني سبب تشيعه صلاة التراويح، فهو تشيع عشان صلاة التراويح، تمام؟ يعني هو تشيع عشان صلاة التراويح، فهو ساب صلاة التراويح اللي هي ورا الإمام اللي بيقرأ فيها قرآن اللي بيسجد ويركع فيها عشان يروح يلطم ويطبر، عشان يروح يتطين، يعني ما تعرفش يعني أنا ما تعرف يعني عارف أنت عارفين أنت إخواننا لما في حاجات كده ما تفهمهاش، يعني في حاجات ما تفهمهاش، يعني ما تفهم لهاش ولا تفهم لها مبرر كمان. يعني تعالوا نسمع بس اخطر روايه شيعيه يعني ونختم بيها ان شاء الله، اخطر روايه شيعيه ونختم بيها ان شاء الله. يا رب الصوت بس يكون واضح. على مسامعكم حديث شريفا معتبرا حتى هم لا يجيك يلعب لك لعبة أسناد، مذولا هم صايرين مثل الوهابية وأمثالهم يلعبون لعبة أسناد، صايرين لما يحرجون يلعب لعبة أسناد. ومن يقول هذا الحديث صحيح مثلا يعني يلعب هاللعبة؟ لا لا، الحديث هذا معتبر، هو مو حديث واحد، هذا حديث من جملة أحاديث كلها بذات المضمون، ترى كلها بهذا المضمون الذي سأتلوه على مسامعكم. يلا تعال انت يا ميلاني ويا مدري منو، تعالوا قفوا وكونوا شجعان او شجعاء، وقولوا للناس اي هذا الكتاب. يعني الامام الرضا اجابه، طبعا كتب له استجابه له، كتب هذا الكتاب الشريف الذي يجب ان يتدارسه الشيعة كبارا وصغارا، لان هذا الكتاب سيزيدهم فهما وعلما ويقربهم الى الله جل وعلا. ماذا في ذلك الكتاب؟ أيوة. أما بعد، فإن محمدا صلى الله عليه وآله كان أمين الله في خلقه، فلما قبض صلى الله عليه وآله كنا أهل البيت ورثته، فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام، وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. إلى ها هنا راح يتشجع هؤلاء بس حبيبي اصبر بقى شوية، اصبر شوية. نحن عندنا حقيقة الإيمان، نحن نعلم علم البلايا ونعلم علم المنايا ونعلم المنافق ونعلم المؤمن. حلوة حلوة، يعني عندك النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يتجوز عائشة كان يعلم أنها منافقة، قبل ما يصاحب أبي بكر الصديق في الغار يعلم أنه منافق، قبل ما يحط إيده في إيد عمر بن الخطاب عشان ياخد حفصة يعلم أنه منافق، يعلم أن حفصة منافقة. أيوة. بس كفايه كده، هو بقيه الروايه بيكفرنا، يعني بقيه الروايه
ان كل الناس كفار ما عدا الائمه والشيعه بتوع الائمه. مش مشكله، مش هي دي اللي عايزها، انا عايز المقطع ده بس. يعني انا عايز المقطع ده بس، مش عايز حاجه تانية. يغور في 60 دقيقة مش مشكله، باقي المقطع ما كده كده احنا عارفين ان انتوا بتكفرونا، مش جديده يعني. وما بينه وما بين الشيعه يعني، هو بيقول ان المعممين ما يقدروش يقراوا الروايه ديت امام الناس، يعني امام اهل السنه والجماعه والشيعه، لان فيها تكفير لينا كلنا، ما فيش مشكله. لكن بقى شلون النبي يعلم انها منافقه، والحسن يعلم ان مراته اللي هيتجوزها ديت هتسقي السم، ويعلم ان فلان سيسقى السم، ويعلم ان عائشه هي اللي هتموته ويروح لها في البيت ويتجوزها وهي منافقه؟ كل ده طبعا عشان يفتننا. يعني انا الاجابه واضحه، هو في اجابه غيرها؟ يعني هو في اجابه غيرها؟ انا نفسي اعرف في اجابه غيرها، عندهم اجابه غيرها عشان يفتننا. النبي راح تزوج عائشة ونام معاها في فراش واحد عشان يفتننا، راح اتجوز السيدة حفصة عشان ينام معاها في فراش واحد عشان يفتننا. ما فيش إجابة تانية، عندهم إجابة تانية؟ عندهم إجابة. يا إخوانا الناس دي هبلة يا هبلة، ما الناس دي عبيطة يا عبيطة، يا إما والله العظيم يا هبلة يا هبلة يا عبيطة يا عبيطة. ما فيش يعني في ايه تاني غير كده؟ يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ياكل مع عائشة ويشرب ويبقوا في سرير واحد الاثنين، بابي هو امي ومع حفصة، واحنا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم له يعني صلى الله عليه وسلم بابي هو امي له الفراش واحنا لينا الفتنة. ازاي ما تعرف يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم له الاكل والفراش واحنا لينا الفتنه؟ عند الشيعة طبعا يعني. طب ازاي؟ ما انا نفسي افهم يعني. الزيلون مش شلون، الزيلون شلون؟ بالله عليكم انا عايز احلها، حلها ازاي؟ طيب طب انت لو سالنا اي شيعي كده، انت تقبل على نفسك ان انت تبقى عارف انها دي منافقه وتروح تتجوزها؟ يعني انت تبقى عارف انها منافقه وتروح تتجوزها؟ يعني طب هي منافقه، انت هتتجوز واحده منافقه وتنام معاها على سرير واحد وتاكل وتشرب معاها وصبح ليل وليل معاها وتعيش معاها سنين واحنا لينا الفتنه؟ ما تدخل بقى ده تجويز، تجويز للزواج من المنافقات. ويجي يقول لك لابد ان تتبرأ، لابد ان تتبرأ. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منها، وليه تبرأ منها؟ ما كانش اتجوزها اساسا. يعني ليه اتجوزها اساسا؟ طب ليه ما تبرأش منها وهو يعلم انها ستقاتل علي بن ابي طالب؟ يقول لك لا، اصل ما ينفعش الحكم قبل الحدث. يعني الحكم قبل الحدث؟ لا، ما ينفعش الحكم قبل الحدث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتهنى، ولما يحدث الحدث بكفروا انتم بقى. طب ما انتم بتقولوا حدث الحدث، يعني انتم من تقولون حدث الحدث بنزول آية تفضح عائشة وحفصة، ألا وهي سورة التحريم. طب بعد سورة التحريم برضو، بعد ما اتفضحوا للجميع زي ما انتم بتقولوا، ايه هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ يا مولاي كم خلقتني برضه. ما هو يا اخوانا الناس دي هبله، يا هبله يا بتستعبط يا واكلين مستعبطها بجد. هي هبله يا هبله يا هبله يا هبله. لو بيقولها ايه يعني؟ هو بيقولها ايه وهو مجعوص؟ يعني هو بيقولها وهو مجعوص، ان الائمه يعلمون علم البلايا وعلم المنايا، ويعلموا يعلموا ويعلموا كمان المؤمن والكافر، فيختاروا لهم خيار بقى. انا اعمل لهم والله العظيم يعني انا احاول ببررها لهم، مش عارف لها تبرير يعني. انا بحاول اخترع يعني، بحاول ادور لهم على اي تبرير، مش لاقي تبرير. يعني اتجوز عائشه وهو يعلم انها منافقه؟ طب شكرا. لما نبينا
بيتجوز المنافقات وهو يعلم أنهن منافقات. يبقى ده الدين الإسلامي بقى، الدين الإسلامي يأمر بزواج المنافقة، فإن كنت تعلم أنها منافقة فتزوجها. اتفضل يا حبيبي، اتفضل يا حبيبي، يعني أنت بتتجوزها وهي منافقة، اتفضل يا حبيبي، أهلا وسهلا. أمال أنت جاي تقول لي تبرأ ليه؟ أنت جاي تقول لي تبرأ ليه؟ يعني أنا دلوقتي مثلا، دلوقتي أنا واحد بيسب علي ابن أبي طالب، ماشي؟ أو واحدة بتسب علي ابن أبي طالب، لو جيت رحت سألت معمم شيعي وقلت له لو سمحت واحدة بتسب علي ابن أبي طالب اتجوزها ولا ما اتجوزها؟ هيقول لي ما تتجوزها. طب يا سيدي، طب لو أنا أعلم أن داخلها بتسب علي ابن أبي طالب اتجوزها ولا ما اتجوزها؟ أخوانا الناس دي دماغ طاير، زي العنوان اللي أنا قرأته من شوية، مغربي يتشيع بسبب صلاة التراويح. يعني عارف أنت، يعني مغربي يتشيع بسبب صلاة التراويح. استنوا أنا أوريكم حاجة كويسة. هنكتب في الحاج جوجل صلاة التراويح في المغرب، تمام، ونشوف الحاجة جوجل هيورينا ايه. ماشي، مستعدين يا اخوانا؟ اهي دي صلاة التراويح في المغرب. تعال نمسك صورة بس، تعال نمسك صورة بس، اهي بص الناس مصطفها كأنهم في صلاة عيد، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح لو لا، او كأنهم في صلاة عيد وبيسمعوا القرآن بعد ورا الإمام والدنيا حلو، بيعملوا حاجة خيخة، بيعملوا حاجة عيب، كأنها صلاة المغرب ولا صلاة العشاء أو صلاة الفجر جهرا أو صلاة العيد. أه اتفضل يا إخوان. طب جميل أوي، تعالى اللطم والتطبير الحلال، اتفضلوا اتفضلوا. يعني تخيل انت، يعني هو ساب ده عشان ده، يعني ساب ده عشان ده، ساب صلاة التراويح عشان ده. ماشي، تعال نكتب تطين الشيعة، تطين الشيعة، اتفضل اتفضل. يعني ساب ده صلاة التراويح عشان ده، لا وايه، راح للشرازية اللي ما بتحرمش الحاجات ديت. يعني هو راح للشرازية عشان ما بتحرمش الحاجات دي، الشرازية ما بيحرموش الحاجات ديت. صلاة التراويح، صلاة، اتفضل يا عم، صلاة التراويح في جميع المساجد، اهي في جميع المساجد. شفت الراحة النفسية؟ شايفين الراحة النفسية يا اخوانا؟ مسجد 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 اهو في الحرمين، مسجد مسجد، ناس بتصلي، ناس واقفة تصلي، ناس تبتهل، ناس بتصلي لله. تخيل انت كده، والله العظيم العنوان اهو يا اخوانا، والله العنوان اهو، العنوان اهو. فاذا في جنوب العراق، العنوان اهو. اخوة دياري هنا في الطائف ايضا في جنوب العراق، ايضا الطائف البكر، اخوة دياري هنا في البيت، نعم، ولكن يعني الشكوك في، يعني الشكوك ديالي في المذهب، فكنقولوا او في المذهب الصلي، بدات ملي كنت مازال صغير شوي، يعني كنت مازال كنمشي للثانويه، يعني من خلال الدروس اللي كنا كنتلقاوهم، يعني من الاساتذه ديالنا. طبعا هو مغير صوته، كنت معاه، لاحظ ان هو مغير صوته يا اخوان، لاحظ ان هو مغير صوته اصلا، فهتلاقيه متشيع اصلا من 13 سنه.
بقول لك كاين شي حاجه ماشي. لاحظوا ان هو غير صوته يعني، تلاقيه مطاط متشيح كل يوم يتشيح، يعني تلاقيه في الاخر كل يوم يتشيح. ايوه مغير صوته، باين هو ان هو مغير صوته. يعني هنا كان شبه الرحله ديال الشك ديالي في المذهب السني، اللي كان صار الانتباه ديالي اكثر هو الموضوع ديال الخلافه ديال يعني كنقولوا عمر وابو بكر واتمنى لهم الله. وكيفاش ادخلوا في اللعن والسب؟ مغير صوته لانه معروف ان هو كل يوم بيتشيع. الغريب بقى يا اخوانا والاحلى والاجمل والنكته قوي، يعني ان عمك استغفر الله العظيم المجحوم دوت كان يقول لك ان بسبب الفيلم ده 300,000 من 200,000 ل 300,000 هيدخلوا في اليوم التشيع، من 300,000 200,000 ل 300,000 هيدخلوا في اليوم التشيع. والحمد لله يا ربنا اكرمهم بواحد، الحمد لله الى الان ربنا اكرمهم بواحد، الحمد لله الحمد لله ربنا اكرمهم بواحد تشيع عشان فيلم، تشيع عشان فيلم الحمد لله. من 200,000 ل 300,000 في اليوم، من 200,000 ل 300,000 في اليوم متشيع بسبب الفيلم، هو قال كده. فالحمد لله رب العالمين، الفيلم دلوقتي داخل له في سنه وشويه والحمد لله رب العالمين، يعني واحد تشيع الحمد لله. ولو دورنا ورا الواحد ده تلاقيه من ورا الكواليس، يعني تخيل لو دورنا وراه ممكن تلاقيه من ورا الكواليس. يا اخوانا الله المستعان، والله يا اخوانا احنا بنتكلم الناس العقلاء والله العظيم، يعني احنا بنخاطب العقلاء.